طيب اوكي، هنا برضو تارت. اوه لا كنسل. ماشي تارت. عايزين نتعرف على ازاي الخلية العادية النورمال تتحول الى مالجنانت سيل. طيب بصوا بقى يا جماعة، يعني ايه كانسر او يعني ايه مالجنانسي؟ يعني خلية شغالة يحصل لها ديفيجن في uncontrolled fashion، يعني شغالة تتكاثر كل شوية، ميتوزس ميتوزس ومفيش حد موقفها عند حدها. تمام. وممكن يحصل لها الكلام ده تبقى لسه ما زالت confined للاوريجينال سايت. يعني ايه؟ يعني ما زالت موجودة في مكانها، فاسميه كانسر ان سايتو، لاما تنتشر ما بعد حدود مكانها الى الانسجه المجاوره او السراوندنج تيشو، فسميه سرطان نافذ او انفيزيف كانسر. طيب هي الخلايا بتنقسم، دي مش لازم يبقى ليها بلاد سبلاي خاص بيها؟ ما هي بتكون بلاد سبلاي، بتكون بلاد سبلاي، ما بيكونش فيها بلاد فيسلز. هي بتعمل حاجه اسمها انجيوجينيسيس، اللي هو تصنيع بلاد فيسلز علشان تنمو وما تموتش. حلو، انتوا تخيلوا ان كمان ده ممكن تنتشر من مكانها ده وتروح مكان بعيد خالص في الجسم، يعني يكون المكان في الليفر وتروح زي ما قلنا في الانتستين، زي في حاله الكارسينيت سندروم، في الحاله دي بسميها ميتاستاسيس. تمام، ايه اللي يخلي الخلايا يحصل لها الكلام ده؟ حاجه من 3 حاجات. اولا الخليه، ايه اللي يخلي عددها يزيد في جسمك؟ ان يحصل لها ميتوزس، انها تدخل في السيل سايكل وتدخل في قصه الميتوزس، او ان هي تقل عن طريق ان هي تموت الموت موتة ربنا اللي هو الابوبتوزس، اللي هو موت الخليه المبرمج او البروجرام سيل ديس. لو حصل خلل في الحاجتين دول، السيل سايكل اللي بيعبر لي على زياده عدد الخلايا، او الابوبتوزس اللي هو المفروض بينهي لي الخلايا ويضمها ويعني ويموتها، لو حصل خلل وبدات تزيد السيل سايكل وحصل ميتوزس كتير، وفي المقابل الخلايا مش بتموت نتيجه ان حصل لص للابوبتوزس ده، الخلية تتحول لخلية سرطانية. مش كده وبس، ربنا خالق في بعض الجينات عندك لما يحصل لها اكسبريشن لبروتينز، البروتينز دي بيبقى ليها ريجولاتوري فانكشن ومش بتسبب لك سرطان، وهي اسمها بروتو اونكوجينز. دي اول ما يحصل لها طفرة ميوتيشن تتحول الى اونكوجين، يعني تبدا البروتينات اللي هي بتصنعها تبقى السبب في حدوث سرطان في الخلايا بتاعت جسمك. دي الميكانيزم الثانيه. الميكانيزم الثالثه، ان ربنا خالق طبيعي في جسمنا جينات يا جماعه، من وظيفتها انها بتوقف حدوث اي سرطان في الجسم، بيسموها تيومر سبريسور جينز، اللي هو الجينات المخمده او المثبطه للسرطان. تخيلوا لو حصل فيها طفره دي كمان، هيبقى مش موجوده، فالكانسر بقى يشم نفسه كده ويبدا يترعرع كده في الجسم. فالثلاثة ميكانيزم اللي حصل لهم مشكلة دول هم اللي ممكن يؤدوا إلى حدوث السرطان. تعالوا نبدأ قصة أول ميكانيزم. هو نورمال الخلية أو الخلايا دايماً في بالانس ما بين اكتساب عدد خلايا في الجسم اللي هو بيحصل عن طريق السيل سايكل، وفقد الخلية عن طريق إن هي خلاص انتهى عمرها، اللي هو ايجينج أو الأبوبتوزيس، اللي بيسموه البالانس ده بيسموه ألوستيزيس أو هوميوستيزيس. طب عايزين نتكلم عن السيل سايكل وعن الابوبتوزس، بما ان المفروض بينهم بالانس. السيل سايكل ديت 4 فيزز، الجي 1 اللي هي الخليه العادي الاكتفلي ميتابولا اللي بتبقى بتادي ليها نورمال سيلولار فانكشن، وبتبقى في ميتابوليزم شغاله فيها ميتابوليكالي اكتف. ممكن هي في الجي 1 او في الجاب 1 فيز تروح تركن على جنب وتقول لك بص انا مش داخله في موال الميتوزس والانقسام ده، انا كده عاجبه نفسي لغايه ما اموت. فلما تدخل في الفيز دي اللي اسمها كويسنت في ستيج او مرحله السكون، بيسموها جي او فيز، او لا هي بتحب الحياه وعايزه تكمل، فتدخل في الفيز اللي بعدها اللي هو الاس فيز، اللي بيبقى فيها تصنيع للدي ان ايه، اللي هو دي ان ايه ريبليكيشن، حتى بيسموها دي ان ايه سينثيسيس، فسموها اس فيز لان بيحصل فيها دي ان ايه سينثيسيس. اللي بعدها اللي هو جاب تو فيز، دي بقى الخليه بتبقى فيها دبل من الدي ان اي كاب بتاعتها، تبقى اسمها تترا بلويد. هو نورمال تبقى هابلويد، فتبقى تترا سوري نورمال تبقى ديبلويد، فتبقى تترا بلويد، يعني بدل فيها 46 كروموسوم يبقى فيها الضعف. تمام، اللي هو دبل كاب من الدي ان اي، وتبدا تستعد وان هي تبدا تروح لمرحله الانقسام الى تو دوتر سيل، اللي هي اسمها الام فيز، اللي هي بيحصل فيها الاكشوال ميتوزيس. دول الاربعه ستيجز اللي بتمر عليها الخليه لغايه ما تنقسم بعد كده، بيسموها السيل سايكل. بس علشان تمر في نقطتين مرور عامله زي كده العربيه، لازم بقى حد يشيك عليها والله، يا اما لو عدت من نقطتي المرور اللي هقولها لكم دلوقتي اللي بيسموها تشيك بوينتس هتكمل السيل سايكل، لا وقفت في نقطه فيهم هيتم احتجازها ومش هتتم السيل سايكل خلاص.
طيب فين اماكنهم نقاط المرور دي؟ واحده في نهايه الجي 1 فيز قبل ما تروح للاس فيز، عندها بتروح الخليه تقرر يا ترى اعدي نقطه المرور دي واروح للاس فيز عشان انقسم، ولا خليني في الجي او فيز اللي هو مرحله الكويسنت ستيج دي السكون ومش عايز انقسم تاني، انا عايز اكل واشرب لغايه ما اموت وخلاص وانتهى الموضوع تمام. المرحله اللي بعد كده او النقطه المروريه اللي بعد كده، طبعا هتقولي طب ايه اللي خلاها تقرر كده ولا لا، دي هنتكلم عنها حالا دلوقتي. طيب النقطه المروريه هي خلاص هي دخلت بقى في السيل سايكل، بس بتقف تبقى مرحله بيسموها زي ايه، تعرف ان كده انت كده كده ناجح بس لازم تدخل الامتحان، يعني هي زي كده. الجي 2 ام ديت دي موجوده في نهايه الجي 2 فيز اللي هو قبل ما تدخل في الميتوزيس ديت، مش احنا قلنا دايما دي ان ايه سينثيسز اكيد بيحصل فيه اخطاء ولازم حد يعمل له بروف ريدنج وريبير لاي ميس ماتش بيزس. هي دي نقطه المرور دي بتشيك على كل الدي ان ايه كونتنت بتاع الخليه قبل ما يقول لها لو لقاها تمام يقول لها خلاص ادخلي على الميتوزيس وانقسم التو دوتر سيل، لا لقاها فيها مشكله لازم يصلح الطفرات دي علشان لو نقلها للدوتر سيلز الدوتر سيلز دي هتتحول لخلايا سرطانيه. فاهمين؟ طيب انت بس ما قلتليش النقطه المرورية الاولى اللي هي الاصعب، الثانيه دي اعتبرها تكمله يعني موضوع، لكن الاولى دي صعبه جدا. ايه اللي يخلي الخليه يا ترى تروح تدخل في السيل سايكل ولا تركن على جنبه ما تكملش بناء على الاي 2 اف؟ ايه الاي 2 اف ده؟ ده ترانسكريبشن فاكتور، لو هو موجود حر يعني مش ما حدش ماسك فيه الخليه على طول بتتنشط وبتروح تنتقل الى الفيز اللي هو الاس فيز. تقول لي طب نورمال يا جماعه، هتقول لي الافضل خلينا تروح للسيل سايكل ولا ما تروحش؟ كلام ليكم، هي لو راحت لو كل خليه راحت في السيل سايكل واتقسموا ده بيبقى اكثر عرضه ان يحصل مالجنانت سيل، يعني المفروض برضو في خلايا اركنها على جنب. تمام، يعني قصه ان الخليه تنقسم وتكمل انقساماتها دي عرضه اكتر، لان طالما تنقسم يعني هتروح للاس فيز، يعني في دي ان اي ريبليكيشن وارد ما يحصلش ريبير للميس ماتش بيز فيحصل ميوتيشن فتبقى ريتيند في النيو دوتر سيلز فتتحول الى مالجنانت سيلز. يعني طول ما السيل سايكل شغاله ده ريسك انه يحصل مالجنانت ترانسفورميشن، لكن لو الخليه الماتيور دي كده ركنت على جنب في الاو فيز يبقى كده احنا انا بهدي الدنيا وبقلل الريسك ده. مش كل الخلايا هركنها على جنب، بس برضو مش ظريف ان كل الخلايا تدخل في الانقسام. طب ايه اللي بيحدد الخلايا تدخل في السيل سايكل ولا لا؟ قلنا الاي 2 اف، لو هو موجود بطريقه فري بيبقى اكتف وهو بيشجع الخليه تعدي من النقطه المريه دي اللي هي الجي 1 اس فيز وتكمل السيل سايكل، بينما لو هو بلوكد يعني بيجا ان اكتف، يعني ايه بلوكد؟ يعني حد مسك فيه بروتين تاني. مين البروتين تاني ممكن يمسك فيه ريتينوبلاستوما بروتين او الار بي بروتين؟ ده مين بيطلعه؟ ده جين اسمه ريتينوبلاستوما جين، ده تبع انهي كلاس؟ ده تبع التيومر سبريسور جين. يعني ده لو طلع ومسك في الاي 2 اف هيخلي الخليه ما تركن تدخل في الجي او او الكويسنت ستيج. طب ايه اللي يخلي الريتينوبلاستوما بروتين يمسك في الاي 2 اف؟ لو الريتينوبلاستوما بروتين يا جماعه مش متفصفر هيبقى اكتف، ولو متفصفر هيبقى ان اكتف، لو مش متفصفر اللي هو دي فوسفوريتد فورم هيبقى اكتف فيقدر يمسك في الاي 2 اف، فبالتالي الخليه مش هتعدي التشيك بوينتس الاولى اللي هي جي 1 اس فيز، لكن لو هو متفصفر هيبقى ان اكتف فمش هيقدر يمسك في الاي 2 اف، فالاي 2 اف يبقى فري فيسمح بالخليه ان تمر خلال الجي 1 اس فيز. طيب ايه اللي يخليه يتفصفر او لا؟ قال لك في بعض الجروس فاكتور في الخليه بتروح تحفز مجموعه من بروتينات اسمها سايكلين، والسايكلين دي تنشط بروتينات تانية اسمها سايكلين ديبندنت كاينيز، ومن اسمها كاينيز يعني بتفصفر، تروح تفصفر للريتينوبلاستوما بروتين فتخليه في الان اكتف فورم، فبالتالي بتريليز الاي 2 اف فتخلي الخليه تعدي للتشيك بوينت وتنقسم. على النقيض على النقيض السايكلين وسايكلين ديبندنت كاينيز دول ممكن يبقى حد لازم يبقى رادعهم كده، مش هيبقوا شغالين على طول، فيروح يجي تيومر سبريسور جين اسمه البي 53 يروح يطلع مجموعه من السايكلين ديبندنت كاينيز انهيبيتورز من اسمها بيمنع الكاينيز، وطالما منع الكاينيز يبقى ريتينوبلاستوما بروتين هيبقى في الاكتف دي فوسفوريليتد فورم فيمسك في الاي 2 اف، فبالتالي الخليه مش هتمر في السيل سايكل. يمكن الرسمه دي معبره جدا ورائعه، على الناحيه اليمين بتاع الرسمه الجروس فاكتور طلعت لي السايكلين وسايكلين ديبندنت كاينيز اللي فصفر لي الريتينوبلاستوما بروتين فخلاه ان اكتف اهو بقى فيه فوسفورس من فوق وبالتالي فك عن الاي 2 اف والاي 2 اف بقى حر، فبالتالي خلى يحصل جي 1 اس ترانزيشن، بينما
التيومر سبريسور جين بي 53 طلع انهبيتور للسايكلين ديبندنت كاينيز اسمه سي دي كي اي اللي هو سايكلين ديبندنت كاينيز انهبيتور، منع السايكلين ديبندنت كاينيز، فبالتالي ما حصلش فوسفوريليشن ريتينوبلاستوما اللي هو الار بي بروتين، فبقى اكتف دي فوسفوريليتد فورم، فمسك في الاي تو اف، وبالتالي حصل جي 1 اريست، يعني وقفته في الجي 1 وتحول الى جي او فيز. واضح يا جماعه الكلام اللي بقوله ده؟ طيب واضح يا دكتور. بالنسبه احنا كده خلصنا السيل سايكل وقصصها. طيب الابوبتوزيس بقى على النقيض، الابوبتوزيس يعني خليها تموت، طب ده مع ولا ضد ان يحصل سرطان مع زياده الريسك اوف كانسر؟ خلايا السرطان ما بتموتش، امورتال سيل، فعشان كده الابوبتوزيس لو مش موجود ده بيزود الريسك ان يحصل خلايا دي تتحول لخلايا سرطانيه، لكن لو موجود لا ده كده بيخفف حدوث الريسك بتاع السرطان. طب عايزين نعرف الابوبتوزيس ده بيحصل ازاي، ازاي الخلايا تموت بكذا طريقه. اول طريقه ممكن بروتين كده دار يمسك في ريسبتور فيها يروح يكسر لك الخليه مره واحده، اسمه ايه البروتين ده؟ اسمه تيومر نيكروزيس فاكتور تي ان اف، او اسمه الفاس، يعني ده رمز كده ما لكمش دعوه بالاختصار بتاعه. في اتنين بروتين زي يا جماعه لو مسكوا في الريسبتورز بتوعهم على الخليه دي الخليه بتموت مباشره. طب ايه اللي بيمنعهم؟ ما هو لسه عمرها الافتراضي ما جاش، خلاص ماشي اوكي، ما اسمه بروجرامد سيل ديس، يعني الخليه مبرمجه ان على بعد شهر هيجوا الاثنين دول الوحشين دول ويمسكوا في الريسبتور بتاعتها ويقعدوا يكسروا فيها. ماشي ده احد الباسوي انه يحصل ليجند. ليجند يعني حاجه ترتبط بشيء خاص بيها اللي هو سواء كان الفاس او التيومر نكروزيس فاكتور، يمسك في الريسبتور بتاعه على الخليه فده بيحفز الابوبتوتيك باسوي. ايه تاني؟ قال لك الخليه طول ما هي بتتعرض لاي دامجنج فاكتور حواليها في البيئه بتاعتها زي نقص اكسجين هايبوكسيا، زي الشقوق الحره اللي هي الفري راديكال او الراديشن او الاشعاع او اي كيميكال ايجنت، ده كله بيعمل ميوتيشن في الدي ان ايه، فده بينشط البي 53. ايه ده مش انت قلت لي البي 53 ده تيومر سبريسور جين؟ اه تعرفوا بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه من حاجتين، لا اما الخليه توقف لانه هينشط مين لو تفتكروا الكاينيز انهيبيتور، فبالتالي الريتينوبلاستوما جين يبقى اكتف فبيخلي الخليه تبقى يحصل لها اريست، لا اما ان هو يسمح فرصه ان ولما الخليه تحصل لها اريست بيدي فرصه ان الدي ان اي ريبير يشتغل واصلح الدمج ده. طب افرض فشل في القصه دي، سبحان الله بيحصل اكتيفيشن لبعض الجينات اسمها ابوبتوتيك جين، واشهر جين في الابوبتوزيس اسمه باكس جين، ده اول ما يحصل له اكتيفيشن الخليه لازم تموت. طب ممكن تقول لي ازاي تيومر نكروزيس فاكتور او الفاس ده لما يمسك في الريسبتور بتاعه، او ازاي لما ينشط الابوبتوتيك باكس جين ازاي بيموت الخليه؟ الاثنين دول يا جماعه بيحفزوا افراز السيتوكروم سي من الميتوكوندريا الى السيتوبلازم بتاع الخليه، ولما يظهر السيتوكروم سي في السيتوبلازم بينشط بدوره انزيمات اسمها الكاسبيزس، ولما تنشط الكاسبيزس بتعمل حاجتين، تكسر البروتينز اللي في الخليه اللي هو السيلولر بروتين يحصل لها سبليتنج، وكمان تكسر الدي ان ايه، تعمل دي ان ايه فراجمنتيشن، وبالتالي الخليه بتموت. ودي اول ميكانيزم ازاي الابوبتوزيس او السيل سايكل ممكن يزودوا او يقللوا الريسك اوف كانسر. طيب البروتو اونكوجين لاونكوجين، احنا قلنا البروتو اونكوجين دي جين بيكود لبروتين المفروض نورمال بيلعب دور كويس في ريجوليشن بتاع النورمال سيل جروس. امال ايه هو الاونكوجين؟ الاونكوجين البروتو اونكوجين لو حصل له اي طفره اي ميوتيشن يبدا يطلع لي بروتين قادر ان هو يحدث كانسر في الخليه، فكده حصل اكتيفيشن اوف بروتو اونكوجين الى اونكوجين. طب ازاي حصل اكتيفيشن؟ زي ما قلنا بالطفرات بالميوتيشن، او لو حصل كروموزومال ترانسلوكيشن حصل تغيير في اماكن الكروموزومات عن بعضها، او حصل انسرشن ميوتيشن ان انا ضفت حاجه زياده في ال دي ان ايه فعمل لي القصه دي. ده كان الميكانيزم الثاني اللي هو ازاي تحول البروتو اونكوجين الى اونكوجين. لو تلاحظوا انا قلت لكم باقتضاب لان انا مش عايز تفاصيل عليكم فيه. اخر ميكانيزم اللي هو تيومر سبريسور جين، ايه قصتها دي؟ من اسمها دي بتحمينا من التيومرز، اسمها انتي اونكوجين. طيب ودي جينات اصلا بتكود فور بروتين تحميك من حدوث اللي اسمه ايه ده الكانسر، زي ايه؟ زي الريتينوبلاستوما جين وزي البي 53 وزي سايكلين ديبندنت كاينيز انهيبيتورز. مهمه الاكزامبلز دي عشان تيجي في الام سي كيو. طب هي ايه وظيفتها؟ مش لازم تعرفوها، المهم ان هي بتمنع حدوث السرطان. فانا اسيبكم من السلايد الاخيره دي، مش لازم تعرفوا تفاصيلها انها كومبلكسد عليكم صراحه، خلاص. طيب
في النهاية بلخص الكلام إن الكانسر يحصل إمتى في الخلية؟ لو الخلية ما قدرتش تموت في الميعاد المناسب ليها، حصل لوس أف أبوبتوزيس، أو حصل طفرات في التيومر سبريسور جين، أو تحولت البروتو أونكوجين إلى أونكوجين. وديت الأسئلة بتاعة البورتفوليو، ونبدأ نحل بقى الام سي كيو. إيه رأيكم في السؤال الظريف ده؟ يعني مثلا لو في العمل كنتم منظمين ممكن يجيكم سؤال زي ده مثلا في الفاينل، صح؟ صح. انهي فيز بيحصل فيها دي ان اي سينثيسز؟ اس هو بي. برافو عليك، تمام. في انهي فيز بيبقى في تترابلويد نمبر او في دوبلك الدي ان اي كونتنت والخلايا بتستعد للفيز؟ G1 G2 G1 G2 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 G2
فيجن؟ بي بي. برافو برافو. جي 2 ام صح. مين من دول محتاجين يبقى فري عشان الخليه تعدي السيل سايكل وتعدي الريستريكشن بوينت؟ اي 2 ام. برافو شاطرين. ايه الخطره دي يا رب يا رب.